الرئيس السيسي يهنئ نظيره التشيدي على فوزه في الانتخابات الرئاسية. رئيس الوزراء يتابع مع مسؤول البنك الدولي جهود تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وحوكمة الشركات الحكومية. وزير الصحة يدعو لدعم القطاع الخاص ومنظمات المجتمع الأهلي في الدخول لمنظومة التأمين الصحي الشامل. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً بالرئيس التشيدي محمد إدريس لتهنئته على فوزه في الانتخابات الرئاسية، وثمن الرئيس التشيدي اللفتة الكريمة مؤكداً حرص بلاده على تعزيز الطابع المتميز للعلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وشدد الرئيسان في هذا الصدد على عزمهما المضي قدماً في تعزيز وتنويع أطر التعاون على مختلف الأصعدة، بالإضافة إلى مواصلة التشاور فيما يتعلق بالتعامل مع التحديات الإقليمية والقارية المختلفة في ضوء ما تفرضه التطورات المتلاحقة من ضرورة التكاتف والتنسيق بين الأشقاء الأفارقة. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة اجتماعا مع مسؤول البنك الدولي لمتابعة جهود الدعم الفني المقدم من قبل مؤسسة التمويل الدولية لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وحوكمة الشركات الحكومية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولية. وأكد مدبولي أن الحكومة تمضي بخطوات ثابتة من أجل تنفيذ ما جاء في وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ قرارات فعلية تسهم في حوكمة الشركات الحكومية وتعزيز التنافسية. وأبرز هذه القرارات الموافقة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على مشروع قانون بإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة. التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك لمتابعة ملفات عمل الهيئة. وأكد مدبولي أهمية الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتطوير المنطقة الاقتصادية بما يتماشى مع رؤية الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الصادرات المصرية وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة. قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق مشروع التغطية الصحية الشاملة بهدف ضمان وصول خدمات الرعاية الصحية لجميع المواطنين وتحقيق حلم المصريين في التأمين الصحي الشامل. وأضاف الوزير في كلمته خلال مؤتمر المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل الإنجازات والدروس المستفادة أن وزارة الصحة اعتمدت خطة كبيرة بوتيرة عمل سريعة لتطبيق المنظومة ودعمها، وقدمت كافة سبل الدعم للهيئات الجديدة الناشئة من خبرات وموارد وكوادر بشرية مدربة ومؤهلة. ودعا الوزير القطاع الخاص إلى الاستثمار في المنظومة الصحية لخلق منافسة بين مقدمي الخدمات هدفها تقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين تفعيلا لحق المريض في اختيار المنشأة التي يتلقى الخدمة منها.